يعطيكم بالعافية يا سابع. اليوم درسنا الثانية مس إن شاء الله عن مساحة الدائرة وليس محيط. اليوم مساحة الدائرة يا مس هي عبارة نحسب مساحة الدائرة عن طريق القانون اللي بيعبر لي بهذا الشكل. هون يا مس مساحة الدائرة زي ما انتو شايفين مش محيطها، مساحتها تساوي يا بس باي بنص القطر تربيع، بنص القطر تربيع، لأنه هون أنا بعبر عن مساحة، فحطيت على نص القطر تربيع لأنه هون أنا بعبر عن مساحة. فإذا يا مس قانون مساحة الدائرة تساوي، طبعا مساحة الدائرة بنرمزلها هون بإيه، تساوي باي في ايش يمس نص القطر تربيع. طيب اطلعوا لي على هذا الشكل يا مس، اطلعوا لي على هذا الشكل شو بيحكي لي هون. اجت مساحة الدائرة معطيني نص القطر. طيب هون يا مس شو القانون بيحكي لي؟ مساحة الدائرة تساوي باي نص القطر تربيع. باي عندي هون 3.14 ضرب نص القطر كم؟ 12 تربيع. 12 تربيع 144 ضرب 3.14 شو بيساوي؟ 452.16 متر مربع. ليش حطيت متر مربع؟ لأنه هون أنا بحكي مساحة، بحكي عن مساحة. طيب يا مس تمام يا مس، يلا هون نوجد مساحة الدائرة. مساحة الدائرة شو بتحكي لي؟ باي نص القطر تربيع. باي هي عبارة عن 3.14 ضرب نص القطر، معطيني هون القطر 6 ديسيمتر. فنص القطر شو نص الستة؟ 3 تربيع. 3 تربيع يمس 9 ضرب 3.14 ماذا يساوي؟ 3.14 ضرب 9 يا مس على الآلة حاسبة بتطلع معي هون 28.26 ديسيمتر مربع. طيب هون المساحة يساوي يا مس باي برا تربيع. باي كم؟ 3.14 ضرب را تربيع 4 تربيع. 16 ضرب 3.14 كم يساوي يا مس؟ 3.14 ضرب 16 يساوي يمس 50.24 سنتيمتر مربع. طيب خلينا نطلع هون، اجت طول نص قطر دائرة معطيني المساحة وبدنا نستعمل باي 3.14. طول نص قطر الدائرة يمس مباشرة على قانون المساحة تساوي باي في نص القطر تربيع. طيب قد المساحة هون يا مس معطيني اياها؟ 1256 ومعطيني الباي 3.14 برا تربيع. هون يا مس انا بدي قيمة را، بدي اخلص اول اشي هون بيناتهم ضرب، بدي اخلص من 3.14 فبقسم هون على 3.14 وهون 3.14. طيب يا مس هسا 1256 تقسيم 3.14 كم بيطلع معي يا مس هون؟ 400 تساوي را تربيع. طيب انا ما بدي نص القطر تربيع، انا بدي فقط نص القطر، بدي فقط نص القطر، فباخذ الجدر يا مس للطرفين، باخذ الجدر للطرفين. لما اخذ الجدر للطرفين هون الجدر التربيع يا مس بروح مع التربيع، فبيبقى عندي را اللي هي نص القطر، نص القطر. شو جدر التربيع للأربعمية؟ ما هو العدد اللي بضربه بنفسه يا مس بيعطيني 420. اذا نص القطر هون عندي 20. طيب خلينا نشوف هون يا مس، خلينا نشوف هون. أجد طول نص قطر دائرة مساحتها 113.4% وبعطيني قيمة الباي. طيب على الطول يا مس قانون المساحة تساوي باي
في را تربيع قد المساحة هون 113.4% وقيمة الباي تساوي 3.14 ضرب را تربيع. طيب هون بدي أقسم على 3.14، هون بدي أقسم على 3.14. را تربيع شو يساوي يا مس؟ 113.4% على 3.14 على الآلة حاسبة بتطلع معاكم 36. بدي نص القطر، هو شو بده؟ نص القطر وليس نص القطر تربيع، فباخد الجدر التربيعي للطرفين، التربيع بروح مع الجدر التربيعي، فبتبقى عندي را تساوي 6. ما الجدر التربيعي لل36؟ ما هو العدد اللي بضربه بنفسه بيعطيني 36؟ الستة. طيب خلينا نشوف هون، هون بحكيني طول قطر دائرة، بس معطيني المساحات. طبعا من المساحة أنا بطول أو بوجد نص قطر الدائرة، ومن نص قطر الدائرة يا مس أنا هون بوجد قطر الدائرة، بوجد قطر الدائرة. تمام، إذا القانون هنا، القانون المساحة طبعا يساوي يا مس ماذا؟ قانون المساحة تساوي، قانون المساحة تساوي هون كم يا مس؟ باي را تربيع. قد المساحة هون؟ 153.86%، باي 3.14 ضرب را تربيع على 3.14 على 3.14. را تربيع تساوي، لما أقسم هذا الرقم على هذا الرقم بيطلع الآلة حاسبة كم يا مس؟ 49. تحت الجدر التربيعي، تحت الجدر التربيعي، الجدر التربيعي بروح مع التربيع فبتبقى قيمة الرا. ما الجدر التربيعي ل49؟ شو الرقم اللي بضربه بنفسه بعطيه 49؟ 7، بيعطيني هون 7. تمام يا مس؟ تمام. طيب هون انا بدي دي، هم بدهم هون السؤال يا مس القطر. طب اذا نص القطر 7، ما القطر يساوي 14؟ اذا هون قيمة القطر في هذا السؤال يا مس بيكون